أو لمس أو استمناء. أو استمناء، الاستمناء ما هو؟ الاستمناء أن يعالج ذكره حتى ينزل المني، هذا الاستمناء، ويسمونها العادة السرية، هذه حرام، حرام للصائم وغيره، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والاستمناء ليس من استمتاع بالزوجة ولا من ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فإذا ابتغى إنزال الشهوة بغير زوجته أو مملوكته فهو معتدي، والاعتداء حرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا يجوز الاستمناء، لا يجوز للإنسان الاستمناء، وهي ما يسمى بالعادة السرية، وفيها أمراض طبية ذكرها الفقهاء، ذكروا أنه يصاب إذا استمنى، يصاب بمرض في ذكره وفي مخارج البول والمني، يصاب في ذلك. فمع كونه محرما فيه ضرر على جسمه، فالعادة السرية حرام مطلق للصائم ولغيره، لكن الصائم إذا فعلها يبطل صيامه، لأنه استخرج شهوته بسبب منه، وهو نوع من الاستمتاع، هو نوع من الاستمتاع، الاستمناء نوع من الاستمتاع، والصائم ممنوع من الشهوات الجنسية. نعم.